في إطار خطة الدولة بشأن توفير بدائل للطاقة الكهربائية المتجددة والتخفيف عن الأحمال الكبيرة والضغط على الشبكة العمومية، قام اللواء طارق مهدي محافظ الأسكندرية بزيارة مشروع خلايا الطاقة الشمسية بمدرسة محمد علي المعمارية الأثرية، والتي أعلنت عن تحقيق فائض كهربائي من إنتاجها من الطاقة الشمسية تم توزيعه على المساكن المجاورة والمحيطة بالمدرسة. بدل ما انت بتدفع فلوس بيخش لك دخل، هو لوحده دعاية للمشروع، بمعنى ان كل بيت في مصر لو حط فوق خلية شمسية ما بقاش بيدفع للشبكة، بيتعمل مقاصة والباقي كمان بيبقى لصالحه. كما زار المحافظ مدرسة الرمل الثانوية للبنات والتي تعمل أيضا بنظام الطاقة الشمسية، والتي قامت بتوفير 2839 كيلو وات في الساعة يكفي استهلاكها لتشغيل فصول المدرسة كاملة واكتفائها ذاتيا من تلك الكهرباء الموفرة. مدرسة بما تحمله من استهلاك كثيف للكهرباء في فصول ومعامل واستخدام، ويتوفر لها كهرباء بشبكة من 12 لوح، لا كلام محترم. ضرورة التوسع في تلك المشروعات الناجحة ذات التكنولوجيا الموفرة والمنتجة وخلق ثقافة جديدة عن تلك الطاقة الموفرة للكهرباء يعمل بدوره على تحقيق التنمية الحقيقية لمصرنا الغالية.